أهلا بكم بدعوة من دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس التجمع العربي للتصدي لهجرة المسيحيين العرب. نظم في عمان لقاء محبة تكريما للمونسنيور خالد العكشة رئيس مكتب الحوار مع المسلمين في المجلس البابوي للحوار بين الأديان، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والأعيان والنواب والمطارنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي. المزيد في هذا التقرير. رحب دولة الأستاذ طاهر المصري خلال اللقاء الذي أقيم بعمان بالمنسنيور خالد العكشي وبالحضور الذين لبوا الدعوة، حيث أشاد دولته بالمكانة الرفيعة والاحترام الذي تحظى به الفاتيكان، مشيدا بالدور الهاشمي الرائد في نشر الوئام بين الشعوب والنموذج الأردني في التآخي الإسلامي المسيحي. التجمع العربي للتصدي لهجرة المسيحيين العرب هو فكرة يجب أن نشجعها، لأننا يعني أعتقد أن المسيحيين في هذه المنطقة هم مسيحيون عرب، وهم أهل البلاد قبل الفتح الإسلامي. المسيحيون لم يأتوا من الخارج إلى هذه المنطقة بلاد الشام، ولكنهم هم كانوا موجودين، ونحن كمسلمين أتينا إليهم بعد الفتوحات أو الرسالة الإسلامية، فنحن علينا أن نعمل بهذا الاتجاه. وألقى الأب نبيل حداد الأمين العام للتجمع كلمة عبر فيها عن السعادة لعقد هذا اللقاء الودي الذي يجتمع فيه الأخوة معا. وقال الأب حداد أن التجمع أطلق في تموز عام 2011 وعمل على إيصال صوت المسيحيين وقبلهم صوت المسلمين الذين يرفضون أن يغادر المسيحيون أرضهم أو أن يهجروا، والمسيحيون بحاجة إلى صوت الاعتدال الذي يخرج من عمان الرسالة. فالحضور المسيحي والإسلامي وفي القدس خاصة يشكل ضمانا وصيانة للتعددية وثقافة العيش الواحد، مؤكدين على ضرورة أن تبقى المدينة المقدسة بمباركتكم ودعمكم مصدر أمل ورجاء للعالم أجمع. فنحن بحاجة إلى مقدساتنا وأوطاننا ومؤسساتنا التي هي جميعها بيئة دعوتنا ورسالتنا، كما أن أوطاننا ومجتمعاتنا تحتاج إلينا. وبدوره أكد سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في حديثه لنورسات أننا نحتفل اليوم بالأخوة المسيحية الإسلامية في الأردن بحضور ابن الكرك الأب العكشة الكاهن الأردني الذي يخدم في الفاتيكان لتقوية الحوار بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. يوجد تحديات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين وخصوصا حول موضوع القدس، فنحن معا نعمل لكي نحافظ على القدس مدينة مفتوحة للجميع ومدينة تكون عاصمة ليس لشعب واحد وقومية واحدة ودولة واحدة، إنما هي عاصمة لشعبين، ولكن أيضا هي عاصمة روحية لثلاث ديانات. فعروبة القدس هي العنوان أيضا الذي جمعنا اليوم. نرحب بالأب بالمونسنيور خالد اللي أجا من أجل يومين من الحوار الإسلامي المسيحي غدا وبعد غد، ونحن سعداء بأنه يعود إلى أرض الوطن، وبهذه المناسبة نحتفل معا بأخوتنا الإسلامية والمسيحية. صاحب الدعوة رئيس تجمع دولة الأستاذ طاهر المصري، لنؤكد الأخوة الإسلامية المسيحية، نحن فخورون في هذا اليوم. ووجه المنسنيور العكش في كلمته التحية والتقدير والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين، واصفا الأردن بأنه واحة سلام وأمان وملجأ للهاربين من ويلات الحروب ومقصد للحجاج والزائرين، داعيا الجميع إلى تعميق المحبة فيما بينهم، متمنيا السلام للعالم كله. نريد أن نستمر في معايدة بعضنا البعض في أعيادنا الدينية بصرف النظر عن محتواها الديني،
فالمعايدة مشاركة في الفرح وليست بالضرورة قبولا بالمحتوى الديني للعيد. ومعايدة جلالة الملك وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين للطوائف المسيحية في أعيادها تأكيد لما أقول. واسمحوا لي بأن أقول لكم بأني ذهبت إلى العمل في المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان قبل ما يقرب من ربع قرن، وفي جعبتي ما تعلمته في بيتي ومدرستي ومن خلال التحضير للكهنوت من رصيد في مجال العلاقات مع إخواننا المسلمين.